البطولة مع غزل الشمال العراقي. مدهش كريستيان بيل كرة تشيلسي عم بتسجل حاليا بونت الريتين حسنتين وخمس نقاط تشيلسي على الرمية الحرة الأولى راح تسجل الثورة السوري اللي بيلمع دعم من الاتحاد الرياضي العام في سوريا. تشيلسي بتاخذ كرة على ثلاث نقاط الروعة روعة روعة تشيلسي سوريا أو بالقياس بالجيم لأنه الجوهرة محمد سجل إليسا الدبل عند تشيلسي تاخذ كرة على الثري بوينتس إليسا لا الآن وصلت ل 28 تشيلسي بتلاعب بتجاوب لتشيلسي رائع عند ديفيز وديفيز بتسجل وايد فاطمة معرفي أما تشيلسي بتاخذ كرة على الثري وتشيلسي بتأتي بثلاث أمام ثلاث لعيبات صعب تسجل صعب كتير تسجل شوف الترانزيشن ديفنس لكن هون عم بتكون زكية مش ممكن قد زكية أنا بصراحة ما توقعت تاخذ هالكرة تلاعبت بالدفاع بطريقة حتى تساعدي فريق الثورة بالليفل العالي لا يكون بالليفل العالي بهذا الربع سجل 8 نقاط مقابل 18 لفريق العاصمة السعودي وتشيلسي عم تتدخل الآن في ثالث قدرها بطبيعة الحال الختامية وتشيلسي بتروح على الباص وبتسجل نقطتها الرابعة عم تتحرك اعتقد تقليص الفارق ممكن بالنسبة للثورة جام شوت لتشيلسي 35 توصل عند تشيلسي راحت على الباسكت ونقطتين لتشيلسي تشيلسي نفس المكان اللي سجلت منه تشيلسي كمان مترول تشيلسي اللي عندها خطأ شخصي واحد ما في ديفنس أخرت ديليانا مجبارة بال بغدادي هبة كانت رائعة وتحصلت على السبب نوفر ديفنس ونتاشا عم تخسر الكرة سيدرا بتمر عند تشيلسي تروح أول دوي وتو بوينت سوري تنطلق أربعة على لاعبتين المفروض تسجل تشيلسي أول دوي تشيلسي سجلت الربع تشيلسي ثواني هذا الربع الربع الثاني ونعطي أي تشانس تشيلسي عم تفرجيها كنترول عم تفرجيها بول هاندي مباراة سريعة مباراة حلوة مباراة بتجدد بين الثورة السوري والفريق الأردني وحاليا عم بستمتع فيها رغم انه لسه عم بتكون متدنية وحاليا تشيلسي كامبرز طلبت الكرة تحت الباسكت تشيلسي حاولت رائعة ممتازة تشيلسي عند تشيلسي الوقت المستقطع للفريق الكويتي قريب الوقت المستقطع قريب كوتش ماريا وين التايم اوت لا نقطة والنتيجة 71 تشيلسي بترد روعة تشيلسي كان عنده 11 ريباوند ايضا في المباراة هون عملنا تشيلسي صاحبة دبل بمباراة اليوم 17 نقطة مع 11 ريباوند ثلاثة جت فوق الباسكت نقطة درايف تشيلسي مكان حلو متقدم على الارض واو روعة ثري بوينتس اخيرا التعادل لا التعادل ما بيكون حاضر 80-79 الوقت بيرجع حلو تحت السلة الثورة محاول يستفيد من هلا المباراة ويحضر نفسه مباراة الاهلي البحريني وحاليا الفلوتة بهالمرة ضاعت تصل عند تشيلسي تشيلسي يا الله يا عموما تشيلسي فارق صار كبير 57 هاج عم بتحاول برايت او عفوا هاج اسمها بريتني نيكول هاج والنور بشارة بتسجل ولا برايد عموما كرة ضايعة تصل دائما عند تشيلسي ممتازة للتخلص كنترول هائل دربل مميز شفت عملية الدربل بالقوة كرة عند تشيلسي راحت مرة الأولى الثانية أنا حيث الدور الأول وهنا في الفاينل جيم لكن تشيلسي عم بتقاتل وتشيلسي سجل نقطة ثلاثة هل توصل الكرة عند نورة بشارة داخل المنطقة؟ واو عند هاج عم بتضيع الريباوند عند تشيلسي إذا صاحب الثلاثيات عم ثلاثية ضايعة على مستوى الرميات الثلاثية بهدف
جام شوت مسافة متوسطة تضيع تصل عند تشيلسي ثلاثية واحدة تسجلت بالجيم برضو حلو تفاعة تشيلسي حلو هالكنترول على الكرة تشيلسي تمريرة عند مين أرى جدا على أرض ملعب يحاول تحسن بأمان الهجوم قليلا وإن كانت هبة بغدادي الآن تكون تروح أنت على الباسكت أول كرة عند تشيلسي إلى نوعه لسجل الممتاز نورا تمريرة بالأرض حلوة كتير وخلنا تشيلسي شام وضباشي لولا الثالث الثلاثة ريبون لشام وضباشي بالجيم كرة تحت الباسكت عند تشيلسي اللاعب عنده 2 ريباوند عموما تشيلسي اخذت الكرة اعتقد وقت مستقطع نادي الفتاة يختلف في فاول والرائع جدا تشيلسي تمريرة حلوة عند